بالذات بالذات يهدف الطقوس طقوس المغرب بالتكرم الشريف لتأسيسها والتي إن شاء الله ستحل يوم الأربعاء المقبل ثابت من يناير 2016. وبنفس المناسبة ننوه بالمجهودات الجبارة وجودة العمل التي تقوم بها عناصر هذه الجمعية المغربية المحترمة، والشكر موصول للسفارة الهولندية بالمغرب ولكل من يشارك ويمد الدعم لكروت فرنسي المغرب ويساندها ويؤيدها في عملها المثمر لمحاربة الفجوة. أما أن ندوة يومنا هذا من 29 جنوبر 2016 فإننا نتقدم بالشكر للأساتذة على عروضهم القيمة في موضوع دور الإعلام في محاربة الرشوة. أيها السيدات والسادة، إن أهل فاس العاصمة العلمية يشكرون ويعتزون بالمحققين والإعلاميين على وظائفهم لكشف المستور عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتي ترتكز على المواطنة الحق والعلم قبل القول والعمل. نعم، المواطنة الحق والعلم قبل القول والعمل، وهم مقيدين بأخلاقية المهنة. أيها الحضور الكرام، محاربة الرشوة يجب أن يكون عملية تشاركية بين السلطات والمؤسسات الصحافية، لأن جريمة الرشوة نوع من أنواع الفساد الذي يهدد استقرار المجتمع ويتسبب في انهيار التنمية. كمواطن غيور أقترح على المعنيين ومن يهمهم الأمر، أولا تضاعف دور الإعلام في التوعية الإعلامية لمحاربة جريمة الرشوة، ثانيا إحداث برامج تلفزية خاصة بمحاربة جريمة الرشوة، ثالثا تسليط الضوء الإعلامي على محاربة ترويج الرشوة، رابعا يستحق وينبغي نشر التقارير لفتح الراشي والمرتكين في الإدارات وإخبار الرأي العام بالتدابير القانونية المتخذة في حقهم. إنما ينشر في وسائل الإعلام هام ومهم ومثمر، وفي الأفعال التي تتعلق بالفساد يكون الخبر السبب لتحريك المفتشيات العامة المعنية والتحقيق والمتابعة. والسلام عليكم. Thank you.